هنا في طنجة كيحترموا بصراحة الممرجلين بزاف بزاف بزاف، وحتى الناس اللي في الطوموبيلات كيحترموا حتى هما الناس اللي غاديين على رجليهم. ابار كونتر عندك مدينة فاس، بصراحة انا مدينة فاس ومدينة اللي كنحبها بزاف بزاف، ولكن ما كاينش هذا الشيء. يعني اذا كنتي غادي على رجليك ما كاينش احترام، كنتي هذا ما عندهمش ممرجين كانهم. بالعكس نتمنى ان ديك الناس ديال فاس او لا مدن وحده اخرى يرجعوا بحال بصراحه الناس ديال طنجه. بصراحه انا كنضرب لهم المثل في احترام الراجلين، والله الا كنقول لهم برافو ليكم، ونتمنى ان المغرب كامل يرجع بحالهم. كاين احترام، كاين احترام شويه، حتى الناس ديال التموبيلات كيحترموا شويه، كاين بلايص اخرين ما كيحترموش. لا دينا وهدي هما صافي. عندك تطوان حسن من طنجة؟ لما مشيتي تطوان تشوف الناس كيحترموا مزيان، كيوقف قبل ما توصل عنده كاع. انا باقي شويه شويه. لا شويه، لا مزيان مزيان في الحقيقه، مزيان. لا مزيان. انت قطعت المام راجلين كيكسيري، انا وقفت وسط الله هذه وصافي. وجد السائقين يحترموا المواطنين، احنا مدينه سياحيه، الناس الدنيا عامره وتبارك الله عليهم. صراحة الله ما راجلين محترمين بزاف بزاف، والحاجه الوحيده انك اون فوا كتحطي رجليك في ممر الراجلين كتوقف لك الطوموبيل تخليك دوزي بامان. على مدن اخرى، انا بعدا هنا في طنجه حبيت بزاف ممر الراجلين، وحتى احترام الناس ديال اللي راكبين في السيارات ديالهم، وكنتمنى هذا الشيء يتعمم في جميع المدن. دابا في هذه الوقيته الصيف كتعمر السياقه وكيكون الطوموبيلات وحديد بزاف، وكنتمنى ان هذا الشيء يتعمم في مدن اخرى، ويحترموا الراجلين. كيخرجوا الناس بوليداتهم في هذا الصيف وكل شيء كيبغي يمشي، وهذا الشيء اللي كنتمنى ان كل شيء يكون محترم الراجلين. كنشوفوا هاد الناس واش كيحترموا ماما الراجلين او لا ما كيحترموش، حيت هاد الناس كيكون فيهم جوج. ملي كيكونوا كيسوقوا كيقول لك زيدو كان، وملي كيكون ماشي على رجلو عاد كيف تنبرسوا بلي عندنا هو بشر. دابا انا هنايا شوف، انا تيكون مثل انا الطونوبيل كاخصو واحد واكز، بس عرف ان البشر ما كيحترم حتى شي حاجه. على برا كاخصو 40 متر 50 متر كيشوف انسان بشريه دايزه كيحترمو كيوقف. انا ما كيوقف حتى واحد. هنايا انا كنقول لكم حنا ب 40 مليون مغاربه في المغرب، ولكن فينا 80 ملي كنكونوا في وسط الاداره كنكونوا بقبعه، وملي كنخرجوا من الاداره كنرجعوا قبعه اخرى. هاي بوعار انسان ماشي هو وليداتو بالكوتشي، انسان ماشي هو وليداتو وما تحترموش حشومه. عيب قداش انت تكون غدا انت تكون باساج بيتون. ولهذا كنطالب الساكنه ديال مدينه طنجه وساكنه المغرب كامل تحترم هاد ماما الراجلين. هنايا في مدينة طنجة الصراحة كاين شوية الاحترام، ولكن الأغلبية ما كيحترموش. كيف شتي دابا، كيف شتي دابا زربت باش نقطع، كون مشيت بشوية ما يخليونيش نقطع. وهذا الشيء كامل في كاع سائر المدن تقريبا بحال هكا، باقي ما عندناش ديك العقلية ديال نحترموا ماما الراجلين. والرسالة اللي غنوجه للسائقين يحترموا شوية ماما الراجلين، حيت كاين اللي راجل كبير، كاين اللي مرا كبيرة، كاين اللي حاملة، كاين اللي مازال حنا نقولوا باقي شويه نقدروا نجريو، كاين واحد اخرين ما يقدروش يجريو، وهذا الشيء اللي كاين.